دكتور يعني الجزء اللي فات ما بسم تسجلش؟ الله الرحمن الرحيم. كان حصل يعني مشكلة في الصوت فسكت، يعني احنا بس بنكمل. الجزء اللي فات اتسجل اكيد طبعا، يعني هتلاقيه نزل دلوقتي، وبعدين ده استكمال ليها معانا بإذن الله. بنستكمل مع بعض بقية الكوادراتيك سيرفيسز. كنا توقفنا عند هايبربلويد اوف وان شيت، والهايبربلويد اوف وان شيت الايكويشن عندنا بتبقى 2 سكويرد، والتالت الثلاثة موجودين، 2 بوزيتيف والتالت نيجاتيف وايكوال 1. فهايبربلويد اوف وان شيت مثلا سي اكس سكوير اوفر 4 مثلا بلس واي سكوير اوفر 9 سي ماينس زد سكوير اوفر مثلا سي 16 ايكوال 1 ايكوال 1. فالهايبربلويد اوف وان شيت والاكسس ليها بيبقى مع الزد، فده هايبربلويد اوف وان شيت، وبياخد هايبربلا في الاتجاه ده وهايبربلا في الاتجاه الثاني، وفي الاتجاه الزد اكسس بيظهر اليبسويد، اقل اليبس بيظهر في عند السنتر اللي هو 0 0 و0. ممكن هنا الهايبربلويد اوف وان شيت والاكسس مع الواي، يبقى مثلا سي اكس سكوير اوفر مثلا 4 ماينس الواي سكوير اوفر 9 بلس الزد سكوير اوفر 16 وايكوال ال 1. ففي الحالة دي ادي هنا هايبربلويد اوف وان شيت والاكسس مع الواي، بحيث هنا بيبقى الاكسس مع الواي اقل إلبس بيظهر عند السنتر اللي هو 0 0 0، وفي اتجاه الواي بيظهر الهايبربلا هايبربلا، وفي اتجاه الواي اي سيكشن فيه لما واي ياخد فاليو نيجاتيف او بوزيتيف او 0 بيظهر الايه، بيظهر الايه الاليبس اللي هو ده هايبربلويد اوف وان شيت. اكزامبل دكتورة ليها اللي صباح، هو نيوكلير جاب. ايوه هو أنا إزاي سؤالك أفرق ايه؟ بين المعادلة دي ومعادلة الكون؟ إزاي أفرق بين المعادلة دي ومعادلة معدة الكون؟ الكون كان بدل ايكوال 1 ايكوال 0، معدة الكون تمام. كمان يا شباب، لا بدل 1 0. تمام، طيب عايز دكتور بعد حد اللي احنا بقى حضرتك بس يقول لي، عايز حد يقول لي دلوقتي الهايبربلويد الاكسس مع الاكس الايكويشن بتبقى شكلها ايه؟ اهو قول انا يا دكتور ايوه اتفضل. تبقى نيجاتيف اكس سكويرد على اي سكويرد تمام بلس واي برافو سكويرد على بي سكويرد بلس زد سكويرد على سي برافو سكويرد كولون. برافو بلس زد سكوير اوفر سي سكوير ويكون تمام، والاكسس بيكون مع الكوردينيت اللي هو بيبقى نيجاتيف هنا. برضو هنا اخر يعني معانا مثلا لو قلنا اكزامبل، مثلا اكزامبل سي ده قلناه باي ديفولت اللي هو اكس سكوير اوفر 4 مثلا سي بلس واي سكوير ماينس زد سكوير اوفر 4 مثلا ايكوال 1، فالاكسس بيكون مع الزد وبيبقى الهايبربلويد اللي انتوا شايفينه، بحيث بيدي ممكن يبقى سيركل بقى زي الكيس دي سيركل، يعني في الاتجاه ده ممكن يبقى سيركل مع السيركل سبيشال كيس من الاكس، بينما في الاتجاه الثاني بيجي هايبربلا اهو، وفي الاتجاه برضو ده بيجي هايبربلا. تمام طيب، فاخر حاجه موجوده معانا في الكوادراتيك سيرفيسز اللي هو هايبربلويد اوف تو شيتس. ايوه اتفضل. معلش انا سؤال بس، هو المحيط بتاع الاليبس اللي تحت اكبر من المحيط بتاع الاليبس اللي فوق ولا ده توهم مني؟ هو الهايبربلويد اوف وان شيت، بالنسبة للهايبربلويد ما هو بتجيبها ازاي؟ اجي هنا لما زد بزيرو اللي هو الاكس واي بلين معايا، لما تحط في الايكويشن دي زد بزيرو يبقى هنا اجي ده يديك اكس سكوير اوفر 4 بلس واي سكوير ايكوال 1، فبيدينا اليبس. الاليبس ده حاله ازاي؟ الميجر في بيبقى مع الاكس اكسس زي ما شايف هنا اهو، اليبس اهو تمام اهو.
طيب لما تيجي تحط بقى زد مثلا سي زد ب1 مثلا، زد ب1 في الايكويشن دي، فبيديك ايه بقى؟ يديك اكس سكوير اوفر 4 بلس واي سكوير ايكوال 1 بلس 4، يعني الالبس زاد، يعني في اتجاه الاكس هتلاقي الاكس الالبس كبر، بيزيد في اتجاه الزد لما بتزيد، سواء في الاتجاه البوزيتيف او في الاتجاه النيجاتيف برضو، لان الزد هي سكوير، فبيديك الايه الهايبربلويد اوف 1 شيت. واضحة؟ تمام، شكرا دكتور. hyperboloid of two sheets ده آخر واحد موجود معانا. بنعرفه ازاي؟ بنلاقي الإكويشن ممكن تاخد شكل x square over a square plus y square over b square minus z square over c square equal negative 1، ده شكل ليها، يعني نفس شكل الهايبربلويد of one sheet بس equal negative 1، أو في بعض التكست بتتعامل مع الشكل اللي موجود فوق، شوف انت ايه اللي ما يلخبطكش وتتعامل معاه. فممكن لو ريفيرد ليها نقول اتنين بوزيتيف والتالت نيجاتيف في السكوير و equal negative 1، يبقى ممكن ده بالنسبة لك يبقى equal negative 1 يدينا hyperboloid of two sheet، ولو equal 1 يديني hyperboloid of one sheet، ولو equal 0 يديني كور. أو لو عايز تتعامل مع الشكل ده اللي موجود في التكست مفيش مشكلة، شوف إيه اللي ما يلخبطكش وتتعامل معاه. طيب الhyperboloid of two sheets دي أصلاً لو جينا نشوفه ما يميزه، عندنا في دول اسمهم vertices ليه. طب نعرفها إزاي؟ لو جيت حطيت زد بزيرو في الإكويشن، نلاقي زد بزيرو في الإكويشن دي مثلا اللي هي اللي تحت، نلاقي x square over a square plus y square over b square equal negative 1، هو ده كيرف تقدر ترسمه؟ لا، لازم يبقى positive عشان أقدر أقول إنه circle أو ellipse، فمالوش وجود هنا. إمتى start من زد بسي، يعني 0 و 0 و c، z square equal c square أو 0 و 0 و negative c اللي هما 2 vertices، وبيكونوا على axis الزد اللي هو ال axis of symmetry، يعني معانا 2 vertices مميزين start ال curve start ال surfaces من ال 2 vertices دول، ويبقى شبه البارابولويد واحد لأعلى أهو. واحد لأسفل، واحد لأعلى، واحد لإيه؟ لأسفل. start ال hyperploid of two sheets، فبيبقى جزئين، يعني جزء الأعلى هو واخد شكل ادي الهايبربلا والسكشنز في اتجاه الزد بيبقى عباره عن مجموعه من الالبسات، واحد لاسفل اهو ستارت من نيجاتيف سي وينزل لتحت الاسفل، والسكشنز في اتجاه الزد اللي هو الاكسس اوف سيمتريك عباره عن مجموعه من الايه من الالبسات اللي هو ده اسمه هايبربلويد اوف تو شيتس، هايبربلويد اوف تو شيتس. طيب لو جينا خدنا مثلا هنا الهايبربلويد اوف تو شيتس، مثلا كيس احنا رسمنا كيس ان يبقى معانا 2 vertices على الزد هنا رسمناها، والاكسس بيبقى مع الايه مع مع الـ مع الزد اكسس، فكانت الايكويشن لقينا 2 بوزيتيف x square over a square plus y square over b square وواحد نيجاتيف اللي هو نيجاتيف z square over c square و equal negative 1. لو عايز تاخد الشكل التاني اللي موجود في التكست 2 نيجاتيف 1 بوزيتيف و equal 1 مفيش مشكله، شوف ايه اللي ما يلخبطش، وبعدين ستارت من هنا وبيبقى الاكسس مع الايه مع الـ. هو معلش بس ده كنت عندي سؤال سريع بس، هو ايه الفرق بين الاثنين equations اللي كانوا في الصفحه اللي فاتت؟ يعني ايوه، ايه الفرق بين الاثنين equations اللي كانوا في الصفحه اللي فاتت اللي هم الكون والـ surfaces؟ لا يعني هيك حضرتك
كنت كاتبه نفس الايكويشن اللي تحت دي مثلا، بس يعني في الواي انهي كمان كانت سلايد؟ نيجاتيف. دي ولا دي ولا الاثنين ايكويشنز في الصفحه اللي فاتت هما الاثنين ذا سيم. الفرق بينهم ان في اثنين نيجاتيف وواحد بوزيتيف وايكوال 1، او اثنين بوزيتيف وواحد نيجاتيف وايكوال نيجاتيف 1. يعني ضربناها في الاشاره سالبه، يعني لما تضرب التو سايدز في اشاره اكيد بيديك نفس الايكويشن. انا كنت فاكر مثلا اللي فوق دي بتعبر عن اللي تحت لا مثلا لا او لا التحت. لا لا لا، هنا الاثنين دول زي بعض. يعني سؤالك هنا اجي بص الشكل ده، يعني دي تكافئ دي، دي تكافئ دي. هنا الايكويشن اللي فوق ضربناها في نيجاتيف ادت الايكويشن اللي تحت. فانت بقى شوف ايه اللي ما يلخبطكش. يعني في بعض التكست بتقول 2 نيجاتيف في السكوير وواحده بوزيتيف ايكوال 1، وممكن هنا يقول لك 2 بوزيتيف وواحده نيجاتيف على اساس هي الـ يعني ممكن انا هشتغل بدي اللي هي اللي تحت، باعتبار ان هي دي لما بنيجي نعمل كومبليتنج سكوير الاشارات، لما نلاقي اشاره فيها كلهم موجودين وسكوير بس واحده مختلفه بنخلي 2 بوزيتيف وواحده نيجاتيف عشان نعمل كومبليتنج سكوير بس مش اكتر. فبلاقي الشكل اللي فوق ده موجود في التكست بس. يعني شوف ايه اللي ما يلخبطكش. ده هو ده اكيد انت شايف اهو، ده هو ده مش كده؟ تمام تمام شكرا يا دكتور. بس عشان الاشكال بس بتبقى جديده عليكم، فال يعني الموضوع بس بيبقى الاشكال بتبقى جديده عليكم، يعني بتستغربوا الشكل مع الايكويشن مع كده، لكن الموضوع بسيط قوي، الموضوع جميل وبسيط وانترستنج. يعني الاونلاين بيبين لنا الشكل متلون، فبتبقى الموضوع بالنسبه لك ايزي سهل مش صعب. يا شباب ده جميل يعني انترستنج. هنا بس الـ يعني الكيسز بس عشان كتير، فاحنا بنستعرض الكيسز عشان لما اجي احل بتلاقي نفسك ان انت سهل بالنسبه لك. يعني طبعا هنا ممكن يبقى الهايبربلويد اوف تو شيتس، بيبقى الاكسس ممكن يبقى الاكسس مع الواي بيبقى بياخد الشكل اللي هو ده، هو هنا كده وستارت من تو بوينتس اللي هي بي ونيجاتيف بي لو هنا اهو. وهنلاقي هنا لو قلت الايكويشن بيبقى اكس سكوير اوفر اي سكوير اللي كان بيسالني، وهنا نيجاتيف واي سكوير اوفر بي سكوير وبلس زد سكوير اوفر سي سكوير وايكوال نيجاتيف 1 اللي كان بيسالني هنا ايكوال نيجاتيف 1. وممكن اخر حاجه لينا بنقولها دلوقتي اللي هي الاكس الاكسس مع الاكس اكسس اهو بهذا الشكل، بحيث ستارت من تو بوينتس. طبعا هنا السنتر اللي بنتكلم عنهم في الثلاثه هنا هي 0 0 0 باعتبار ايه بقى هنا ان الاكس ماينس 0 اول سكوير واي ماينس 0 اول سكوير وزد ماينس 0 اول سكوير. ده بالنسبه ايه بالنسبه لي اجي اهو والاكسس مع الاكس ستارت اهو وبياخد ايه بياخد اللي هو الشكل اللي هو الشكل. طيب الايكويشن بقى لما نيجي نتعرف عليها بتلاقي عندك ادي نيجاتيف الاكس سكوير اوفر الاي سكوير وبلس واي سكوير اوفر بي سكوير وبلس الزد سكوير اوفر سي سكوير ويكوال نيجاتيف 1 يا شباب. يبقى يعني ممكن نشتغل بالجزئيه دي باعتبار ان الشكل ده لو ايكوال 0 يدي كون، لو ايكوال 1 يدي هايبربلويد اوف 1 شيت، لو ايكوال نيجاتيف 1 يدي هايبربلويد اوف 2 شيتس علشان كومبليتنج سكوير عندنا. دول الاشكال الاساسيين اللي موجوده عندنا في الكوادراتيك سيرفيسز. بيهمنا ايه لما انتوا كنتوا بتسالوا عليها؟ يهمنا شكلها ايه، الشكل نفسه ايه في الكيسز المختلفه. يعني ايه الاشكال الحاجات البروبارس المميزه ليها، مميزه للهايبربلويد اوف 2 شيتس سنتر هنا و الاكسس اللي بيبقى سيمتريك حوالي ده في الوقت الحالي لكل الكوادراتيك سيرفيسز والسلندر بيضاف ليها. مثلا فور اكزامبل لو خدنا اكزامبل هنا مثلا سي الاكزامبل ده بنقول لك 4 اكس سكوير كلاسيفاي، بنقول لك مثلا هنا كلاسيفاي بنديك ايكويشن وممكن نديك اشكال كتير. فمين الشكل ده؟ اكس 4 اكس سكوير ماينس واي سكوير زي ما اتفقنا مع بعض ان عموما الامتحان انت بتحل وبتلاقي الاجابه موجوده عندك من ضمن الاختيارات اللي موجوده، من ضمن الاختيارات لا اما بالكلام او بالرسم. الايكويشن دي 4x سكوير ماينس y سكوير بلس 2z سكوير بلس 4 ويكوال 0. طيب الايكويشن دي بتمثل لي ايه؟ اول حاجه بفكر فيها انا بقى دلوقتي اديت حاجه كامله عايزه افكار مسائل عاليه المستوى عشان نشوف بنفكر ازاي. بنلاقي الاكس سكوير والواي سكوير موجودين والزد سكوير موجودين بس اتنين بوزيتيف واحده نيجاتيف،
تمام مبدئيا، بس ما نحكمش عليها دي الا لما نشوفها ايكوال 0 ولا ايكوال 1 ولا ايكوال نيجاتيف 1 مبدئيا. طيب نحطها في الشكل اللي هي ايكوال كام، تمام؟ فبنبص نلاقي مبدئيا بيبقى عندنا طبعا هنجيبها هنا في الـ right hand side يبقى equal negative 4 و divide على 4 يبقى معانا x square minus y square over 4 plus z square over 2 و equal ايه؟ equal negative 1 equal negative 1. فاللي كان بيسألني على ايه الفرق between the two equations، قدامك حرية الاختيار ان انت تحطها في الشكل ده او في الشكل التاني. انا بفضل الشكل ده علشان لما اعمل completing square في المسائل اللي جاية دلوقتي بعد شوية فيبقى عندي اتنين بوزيتيف واحدة نيجاتيف، فبشوفها هل ايكوال 0 ولا ايكوال 1 ولا ايكوال نيجاتيف 1. فاولا هنا ما فيهاش completing square، يبقى اتنين بوزيتيف واحدة نيجاتيف، يبقى انا وايكوال نيجاتيف 1 يبقى هي hyperboloid of two sheets لانها ايكوال نيجاتيف 1. طيب الاكسس مع مين؟ الاكسس مع الواي. طب والسنتر بتاعهم مين؟ 0 و0 و0 لان ما عملناش كومبليتنج سكوير مبدئيا. طيب الاكسس مع الواي ستارت من واي بكام؟ واي سكوير ستارتنج، خلي بالك هنا ستارتنج من ان واي سكوير ايكوال 4، واي سكوير ايكوال 4 اللي هي واي سكوير اوفر 4 ايكوال لما نحط اكس ب 0 وزد ب 0. ستارتنج من كام؟ واي سكوير ب 0 الواي سكوير ب 4 يبقى الواي بلس 2 ونيجاتيف 2، دول التو فيرتيسيز بتوعنا. يبقى اول فيرتكس عندنا اكس ب 0 واي ب 2 وزد ب 0، والفيرتكس الثانيه وهي مرسومه عندك اكس ب 0 واي بنيجاتيف 2 وزد ب 0، تمام؟ وبعدين ستارت في اتجاه زياده الواي شكل الهايبربلويد، نرسم شكل الهايبربلويد اوف تو شيتس اللي احنا عارفينه، وفي اتجاه الثاني الجزء الثاني للهايبربلويد اوف تو شيتس اللي هو الجزء الثاني اللي هو. لاحظوا ان هنا الواي، هنا الواي سكويرد معناها ان في وايين، واي بوزيتيف اللي هو ده بوزيتيف سكوير روت، يبقى ده لما يدي واي بوزيتيف فبيدينا الجزء الهايبربلويد اوف تو شيتس الجزء اللي هو ده في اتجاه الواي بوزيتيف، وجزء فيه الواي نيجاتيف اللي هو نيجاتيف سكوير روت لانها معادله تربيعيه سكوير في الواي، فالجزء البوزيتيف والجزء الايه النيجاتيف اللي هو ده اللي هو ده. يبقى ده الشكل ده بيمثل لي، يبقى اشوف الشكل ده موجود في انهي شكل من اشكال الاجابات. لو هو مرسوم اروح مشاور عليه واقول ان ده البي ولا ده السي ولا ده جزء تمام. يبقى طيب مثلا اكزامبل تاني مثلا بيديك اكزامبل، بيقول لك يديك لغايه دلوقتي بيديك ايكويشن مثلا اجي سي اكس سكوير بلس 2 زد سكوير ماينس 6 اكس بلس ماينس واي بلس 10 وايكوال 0 مثلا. بيقول لك الايكويشن دي اكس سكوير بلس 2 زد سكوير ماينس 6 اكس ماينس واي بلس 10 وايكوال 0. طيب بيقول لك الايكويشن دي بتمثل لنا ايه؟ مبدئيا كده بلاقي اتنين كوردينيت اكس سكوير وزد سكوير مبدئيا، ها؟ وبعدين الواي لو مش موجوده كان هيبقى سلندر، لكن الواي موجوده بس مش سكوير، يبقى مبدئيا كده ده بارابولويد. مبدئيا ده كده ده بارابولويد. طيب بارابولويد بس في ايه تاني؟ في اكس سكوير واكس، يبقى معانا اكس سكوير ماينس 6 اكس جايبها كده جنبها اهو، وبعدين معانا 2 زد سكوير اهو، وبالنسبه للواي اخليها في الرايت هاند سايد اللي هو واي وماينس 10، واي ماينس 10 اللي كان بيسالني على جزئيه الشيفتد وانا بشرح اصلا، اللي كان بيسالني على جزئيه الشيفتد. طب لغايه كده انا لسه مش عارفه احكم عليها برضو، لازم اعمل كومبليتنج سكوير للاكس. يبقى لما الاقي، يبقى الحاجه الثانيه اللي هستفيد بيها لما الاقي اكس سكويرد واكس يبقى بعمل كومبليتنج سكوير للاكس. طب كومبليتنج سكوير للاكس بتخلي بالك هنا وانت بتعمل كومبليتنج سكوير، انا هعملها فوق ادي بيبقى x minus 3، دي لعبتك بقى من ماس 1 في الكونيك سيكشن، x minus 3 all square
والزد ما فيهاش كومبليتنج سكوير. طيب مش لازم يبقى في كلهم فيهم كومبليتنج سكوير. بتخلي بالك هنا ان انا لما خليت اكس ماينس 3 اول سكوير ممكن اشتغل بتكنيك ايه، ادي واي ماينس 10 هنا زودته، اللي زودته في الليفت هاند سايد لما جبتها هنا اللي زودت 9 يبقى زوده في الرايت هاند سايد عشان اشتغل باسلوب بحيث ما يلخبطنيش. طيب يبقى كده اخر كلام للايكويشن دي شكلها ايه، شكلها اكس ماينس 3 اول سكوير بعد الكومبليتنج سكوير ما فيهاش شغل تاني بلس 2 زد سكوير وايكوال ايه، ايكوال هيبقى واي ماينس 1. ممكن واحد يقول لي انا عايز ده، هو ده هيبقى اوفر 1 اوفر 2، يعني هنا هيبقى اكس ماينس 3 اول سكوير بلس زد سكوير برضو بس اوفر 1 اوفر 2، يعني مش محتاج يبذل فيها مجهود، ها واي ماينس 1. طيب ده ايكويشن خلاص اخر كلام هو شيفتد بارابولويد، محدش عنده اختلاف انه هيختار شيفتد بارابولويد. طب لما جينا اتكلمنا على البارابولويد قلنا الفيرتكس ليه مين، الفيرتكس ليه مين، من فضلك وانت بتقرا الفيرتكس عشان ما تتلخبطش، لان لو في اختيارات بنقرا الاكس اولا ب3 ثم الواي ككوردينيت سيستم بنلاقي 1 لانها واي ماينس 1 والزد اللي هي 0. يبقى لما تيجي البارابولويد ستارتد منين، اكس ب3 و3 بوزيتيف ادي 1 يونت ادي 2 يونتس ادي 3 يونتس، يبقى الاكس ب3 والواي ب1 يبقى بارر اللي هو بارر للواي وهنا بارر للاكس. اجي هنا ستارت الفيرتكس للبارابولويد اللي هي اكس ب3 وواي ب1 وزد ب0. طيب البارابولويد ده الاكسس مع مين، الاكسس مع الواي اللي هو ده، يعني ايه الاكسس اللي هو مع الواي وبوزيتيف، لان الواي دي الكوفيشن ديها بوزيتيف يبقى في اتجاه زياده الواي، يبقى هو مع زياده الواي بيزيد الايه مجموعه الاليبسويد مجموعه الاليبسات اللي هو موجود. يبقى ده سكتش اللي هو ليه للبارابولويد. يبقى في الحاله دي لو معانا اشكال كتير، لو معانا اشكال كتير بنروح مختارين شكل الاليبتيك بارابولويد اللي مرسوم، لو هو مرسوم هنا، لو هو عمال بيقول لك ان هو بارابولويد اوف ويز فيرتكس كذا وكذا وكذا وكذا، تخلي بالك ان بتقرا اكس نوت في الاول ثم واي نوت ثم زد نوت بس، لان ممكن بتلاقي 3 و1 و0 او تلاقي 1 و3 و0، دي مش صح لان الاكس في الاول هي ب3 والواي ثم هي ب1 والزد هي ب0. ده بالنسبه ليها لو هيوصفها او لو هيرسمها ومع اتجاه زياده الايه زياده الواي عندنا. طيب ده هنا ابلكيشن ده عرضناه في الاول، ان ابلكيشن الكوادراتيك سيرفيس ده عباره عن ساتلايت ديش وده نيوكليار رياكتور عندنا. برضو هنا برضو ابلكيشن للكوادراتيك سيرفيس اللي هي الهيت ترانسفير لما هم بيتحركوا فالحركه من اتجاه لاتجاه تاني، برضو ده ابلكيشن على الكوادراتيك سيرفيس عندنا. لو قلنا بقى هنا لو ممكن هنا يعني عايزين معانا مثلا شكل منهم، يعني ممكن يديك شكل ويبقى فيه مجموعه من الايكويشنز دي قلناها، يبقى فيه مجموعه من الايكويشنز وانت تختار الايكويشن المناسبه ليها مثلا. تمام. طيب لو قلنا دي ايكويشن للسلندر، طب السلندر ده بنلاقي الاكسس مين، مع الواي، فبنلاقيها فانكشن في اكس وزد وايكوال 0، يعني بندور في اختياراتنا واحنا بنفكر كده، بندور في اختياراتنا على فانكشن في اكس وزد بس وما فيهاش الواي، بندور في الاختيارات على ايكويشن فيها اكس وزد وما فيهاش الواي. طب السكشن ايه عندنا، السكشن ده عباره عن بارابولا، يبقى بندور على بارابولا حلو، ايه البارابولا ده سيمتريك عند الزد، يعني فيها الزد وفيها الايه والاكس هي السكوير، يبقى ده السلندر ده زد ايكوال اكس سكوير وفي الدايمنشن 3 اللي هو هنا. طيب ممكن السلندر دي تبقى شيفتد، لان كنتوا بتسالوني فيها اثناء ما بشرح، ممكن تبقى شيفتد، ممكن تبقى شيفتد في اتجاه ال1. طب الايكويشن دي تبقى ايه، مثلا زد ايكوال اكس سكوير مثلا سي بلس 1 زد ايكوال اكس سكوير بلس 1، هتلاقيها اولا هي الاكسس مع الكوردينات يعني فانكشن في اكس وزد برضو وايكوال 0 يعني ما فيهاش الواي، فالفيكس دايركشن بيربنديكولار للاكس زد بلين اللي هو في اتجاه الواي، في اتجاه الواي اللي هو ده في اتجاه الواي، ويظهر لي شكل البارابولا، شكل البارابولا بيظهر لي حقيقي في الاكس زد بلين، ادي الاكس زد بلين، والاكس زد بلين ده معناه ايه، ان هو بتلاقي سيمتريك اراوند الزد وستارتنج من ايه، وستارتنج من عند لما اكس ب0 زد ب1، يعني بياخد شكل
بياخد شكل البارابولا بهذا الشكل هنا، واتفقنا مع بعض ان الشكل ده في اتجاه الواي بيثبت، بحيث ان انت بتلاقي السلندر عندك اهو اهو، وده الدايركشن اللي كنا بنقول عليه الدايركشن الثابت. فدي اسمها برضو دي اسمها البارابوليك سلندر، بس هنا فيها مجموعة من البارابولاس. البوينت اللي موجودة هنا هي لما اكس بزيرو والواي بزيرو، لانها الواي بزيرو بنلاقي الزد بقى. فده بالنسبة للسلندر هنا بالنسبة ليها. برضو بالمثل مثلا لو قلنا الشكل مثلا ده قلناه مثلا، ممكن ده قلنا x square plus y square مثلا، او مثلا ممكن 4x square plus y square مثلا say equal 1 مثلا، ده اسمها elliptic cylinder. بنلاقي فيها equation f of x و y، يعني بنعرفها ازاي لما عندك مجموعة من equations وانت عايز تختار، بنلاقي f of x و y و equal 0. فاولا ما بنلاقيش الزد وما بنلاقيش الزد، طب السكشن ليها ايه؟ السكشن بنلاقيه هنا، لاما بنلاقيه هنا سيركل او اليبس. فهنا هيبقى اكس سكوير اوفر 1 اوفر 4 مع الواي سكوير ب 1، يبقى بنلاقي في الاتجاه ده بنلاقي هنا اليبس. والدايركشن طول ما انا شغاله او طول ما انا ماشيه في اتجاه الدايركشن زد البوزيتيف والنيجاتيف، بلاقي السكشن دي بيكون يظل اللي هو بيظل اليبس موجوده عندنا. فباجي للاختيارات واروح مختاره الايكويشن اللي فيها 4x سكوير مثلا say plus y سكوير equal 1. بالمثل مثلا برضو بالنسبه ليها ممكن هنا دي برضو دي سهله، بنلاقي الاكسس مع الاكس، فبنلاقيها سلندر يعني function for y و z equal 0، function for y و z equal 0. بس دي ممكن بنلاقيها سيركل، فمثلا سي بنلاقي y square مثلا سي plus 4 z square circle، او elliptic مثلا سي equal 4 مثلا equal 4 equal 9، يعني مش شرط مثلا هنا equal 1 او equal 4، يعني بنلاقي ده هنا بنلاقيها يبقى مجموعة circle دي elliptic cylinder، بحيث ان هي في ال y z plane اللي هو هنا بيظهر لي ادي الالبس اللي هو ده، وفي طول ما انا ماشيه في اتجاه الدايركشن فيكس الدايركشن اللي هو الاكس بالبوزيتيف او نيجاتيف، بلاقي السكشن اللي هو ده واروح مختاره الايه مختاره الشكل اللي هو ده. في اي سؤال؟ اي حاجه مش واضحه هنا؟ ايوه اتفضل. ايوه زودت الفور جنب الكوير ليه؟ ما دي سيركل، المفروض الكوشن السيركل اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1، او المفروض الاكس سكوير والواي سكوير نفس الكوفيشن. انا زودتها، هي ممكن تبقى سيركل او اليبس الاثنين زي بعض، يعني نفس الاجابات زودتها فين؟ هنا؟ يعني في انهي مساله؟ انا في الاثنين هم اليبس، انا ما قلتها نعم هي بس بيقطع في الشكل اللي هنا. ما ممكن لو لقيت ما انا هتلاقي هنا لو عايزها سيركل هيبقى هتلاقي y سكوير بلس z سكوير مثلا سي ايكوال 1، دي سيركولار سلندر. y سكوير بلس 4z سكوير ايكوال 1 دي اسمها اليبتيك سلندر. بس ال 4 ده مش لازم 4، ممكن احط اي رقم يعني. طبعا ما هي يعني anyway يعني اي رقم مثلا y سكوير اوفر 1 مثلا سي بلس z سكوير مثلا اوفر سي سكوير هنا اوفر 4 مثلا هنا 9 مثلا ايكوال 1 مش كده؟ يعني دي انديكيت لايه؟ لاليبتيك سلندر دي عدت علينا في الاكزامبل، يعني دي انديكيت ليه. تمام؟ طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تبقى الحاجه الثانيه سالتوني عليها اثناء ما انا كنت بشرح، ان هنا ممكن ان هي حاجه عامله برضو زي البازل، يعني لما بتفهم بتلاقي الموضوع عندك بيبقى very interesting. الحاجه او السؤال او الحاجه الثانيه زي ما قلنا ممكن اما يديك شكل وبتتعرف على الايكويشن، او بيديك ايكويشن وتتعرف على الشكل. فاحنا حلينا منهم اثنين، ومثلا نشوف الفيجر سي. الفيجر سي ده تختار له الايكويشن،
نديك مجموعة من الإيكويشنز ده بيمثل بأنهي إيكويشن؟ فكروا كده، أولا ده هايبربلويد أوف وان شيت، ده الفيجر سي. طيب عشان كنا لسه ما شرحناهوش، أنت سألتوني عليه بدري. وان شيت، وكمان السنتر دي 0 0 0، فبندور على إيكويشن فيها الأكسس ليها مع الواي، بندور على إيكويشن فيها إكس سكوير وفيها زد سكوير. 4 يا دكتور، 4 نشوف كده 4 كده، نشوف كده 4 هتبقى 3 يا دكتور. هي 4 مش هتنفع، ها لان في 2 بص في واحده نيجاتيف. ايوه 3 ايوه 3 يبقى دي سري. هي اللي هتبقى 4 بالظبط، دي هي اللي 4. تمام برافو كده يا شباب، تمام برافو كويس. طيب في ستايل تاني برضو من المسائل دي لسه ما قلناهاش، كنا ان ممكن بيديك ايكويشن زي دي اللي هي حكايه الشيفتنج بقى، وده بتمثل لي ايه؟ دي بتمثل لي ايه؟ طيب دي بقى الليفل تاني من المسائل، الايكويشن عندنا بنحتاج فيها كومبليتنج سكوير. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنا احنا بنبص فيها اكس سكوير وواي سكوير وزد سكوير. طيب بس الثلاثه مش بوزيتيف، لو ثلاثه بوزيتيف يبقى لا اما الليبتك الليبسويد او سفير، لو ثلاثه بوزيتيف وشيفتنج. لكن لو فيها بوزيتيف ونيجاتيف يبقى هنحطها في الصوره اللي فيها اثنين بوزيتيف وواحده نيجاتيف. ليه بقى؟ علشان نشوف بعد كومبليتنج سكوير هيبقوا ايكوال ايه، ايكوال 1 ولا نيجاتيف 1 ولا 0. بس عشان كده ايه نشوفها مع بعض. طيب نعرف منين؟ اول حاجه هنا نمسك نجمعها مع بعض، x سكوير ماينس 4x، نلم الx سكوير مع ال 4x، وبالنسبه للy بس خلي بالك بالنسبه للy الاشاره نيجاتيف، فاحنا هنخرج نيجاتيف كومن فاكتور، وبعدين هيبقى هنا y سكوير، ولما خرجت ساين او خرجت اشاره بقى بوزيتيف 2y، 2y بوزيتيف 2y. ده اول حاجه بتخلي بالك منها. بالنسبه للz سكوير لما بجمع z سكوير هي بوزيتيف فماينس 2z. تمام اهو. وبعدين ايكوال بقى اخلي هنا لو كانت بلس 4 ايكوال 0 كده كده كنت هرحلها اخليها ايكوال نيجاتيف 4. كده بقى بيسهل لك الموضوع ازاي؟ يعني زي كونيك سيكشنز لما بتعمل كومبليتنج سكوير، لما بتحطها في الشكل ده اللي هتضيفه في ده ايكويشن، يعني سايد ايكوال سايد، طرف ايكوال طرف. لو اللي هتضيفه في الليفت تضيفه بنفس الاشاره في الرايت هاند سايد عندنا. يبقى معانا كومبليتنج سكوير بيجيب لي ده اكس ماينس 2 اول سكوير. هنا اضفنا كام؟ اضفنا 4، يبقى ال 4 اللي ضفناها في الليفت نضيفها في الرايت هاند سايد. نكمل ماينس، ادي هيبقى y بلس 1 اول سكوير. ضفنا كده كام يا شباب؟ ضفنا نيجاتيف 1، يبقى نضيف نيجاتيف 1 في الرايت. نشتغل باسلوب عشان ما نطلعش. وبعدين بلس كومبليتنج سكوير للزد بيديني زد ماينس 1 اول سكوير. ضفنا كام؟ ضفنا 1، يبقى بلس 1 بلس 1. طيب يبقى تجميع الكلام ده، يبقى اللي بنضيفه في الليفت بنضيفه في الرايت، تجميع الكلام ده بكام؟ يديني 0. يبقى اخر فيرجن موجوده فيها هي x minus 2 all square بعد completing square، وهنا minus y plus 1 all square، وهنا plus z minus 1 all square، وequal بقى ايه؟ طلعت equal 0. مين اللي equal 0؟ 2 بوست بعض نيجاتيف وequal 0 اكيد كون. طيب الكون center ايه؟ السنتر ليه 2 الx في الاول ونيجاتيف 1 الy في الثاني و1، مش كده؟ يعني واخد شكل الكون بس عند سنتر شيفتد 2 يونتس في اتجاه الاكس اهو 2 و1 ونيجاتيف 1 في اتجاه الواي، ده الواي بوزيتيف يبقى في اتجاه النيجاتيف، ادي نيجاتيف 1 يبقى ادي برر هنا وبرر اللي هنا، يبقى لغايه كده احنا في 2 ونيجاتيف 1 و0. نطلع لفوق اهو، يبقى السنتر للكون هي البوينت دي اللي فيها x ب2 وy بنيجاتيف 1 والz ب1. طيب والاكسس ليها فين؟ الاكسس مع الواي اهو اهو، الاكسس اهو مع الواي. بنروح نعمل التو ستريت لاينز اللي موجوده عندنا هنا دي، اللي هي الرواسم يعني الكون، طب لما الكون وبيبقى ادي اهو يبقى ده equation لكون شيفتد كون.
السنتر ليه 2 ونيجاتيف 1 و1 والاكسس ليها بيبقى مع الواي. لو قعدي وصفه لي هختار الاختيار ده، لو اداني اشكال هختار الشكل اللي فيه هذا الايه هذا الكون اللي موجود عندنا. طيب بنشوف مع بعض حاجه ثانيه. مثلا بيديك ايكويشن، الايكويشن دي سهل. طيب بنجيبها ازاي؟ بنحطها في سايت، وهي هنا ما فيهاش كومبليتنج سكوير فبتبقى سهل، واكس سكوير وواي سكوير وزد سكوير، بس 2 بوزيتيف اكس سكوير نيجاتيف واي سكوير بلس زد سكوير وايكوال 1 ايكوال 1. دي سهله، دي عدت علينا كتير، دي سهله اللي هي كانت ايه، تذكروا كده دي في الستاندرد فورم كده، هايبربلويد اوف وان شيت. بيهمني في الهايبربلويد اوف وان شيت السنتر دي كان 0 0 0، ما عملناش كومبليتنج سكوير، والاكسس ليه مع مين؟ مع الواي، اتجاه الواي اللي هو ده اتجاه الواي، يعني اقل هي سيركل، اقل سيركل تبقى في هذا الاتجاه، وبعدين بعد كده يبقى في هايبربلويد، هايبربلا وهايبربلا بيزيد، بحيث ان هنا ده كيرف الهايبربلا في اتجاهين هايبربلا، وفي التالت بيبقى سيركل، ممكن سيركل وممكن اليبس، الاثنين زي بعض زي ما بنقول، بس ده الشكل النهائي للمثل. لو وصفهولي وقال لي هايبربلويد اوف تو اوف وان شيت ولا اوف تو شيتس ولا كده، سنتر 0 0 0 والاكسس ليه بيكون مع الواي، يبقى بختار، لو رسمهولي بختار الرسم ده، لو وصفهولي اديني بشوف ده بينطبق مع اني وصف بيدهولي في المسألة. طيب بنشوف مع بعض another example. مثلا for example نقول x square plus y square plus 2y مثلا say minus z square و equal 0 و equal 0. اولا هنا بنبص للسكويرد، هل الاكس والواي والزد كلها سكويرد موجوده؟ يبقى بنشوف الاشارات مين، هل كلهم موجبين؟ يبقى اليبس. لو 2 بوزيتيف واحده نيجاتيف، ده كون يا دكتور، ده يبقى كون. طيب نشوف بقى هنا، ما نحكمش في الاول، هو 2 بوزيتيف، خلي بالك 2 بوزيتيف، خلي بالك هنا، خلي بالك هنا ان لسه هنعمل كومبليتنج سكوير، لان في واي سكوير وواي، فبتعمل كومبليتنج سكوير للايه، بتعمل كومبليتنج سكوير بالنسبه للواي. ف كومبليتنج سكوير بالنسبه، ادي الاكس سكوير موجوده لوحدها فما فيهاش كومبليتنج سكوير. بالنسبه للواي لازم اولا بنجمع واي سكوير بلس 2 واي، ده هيها وبعدين ماينس وزد سكوير وايكوال زيرو. الحكم النهائي بعد عمل كومبليتنج سكوير، لان بنشوف ادي هنا اكس سكوير بلس هيبقى واي بلس 1 اول سكوير، وهنا ماينس زد سكوير. ضفت كام وانت بتضيف كومبليتنج سكوير؟ ضفنا ال1، ال1 اللي ضفتها في الليفت بتضيفها في الرايت. طبعا هنا الحكم اختلف نهائي، لان كده بقى وان شيت، هايبربلويد اوف وان شيت سنتر واكسس. السنتر دي زيرو، هو شيفتد، ها اكس بزيرو واي بنيجاتيف 1 خلي بالك، وزد بزيرو، اكس بزيرو واي بنيجاتيف 1 اللي نيجاتيف 1 هنا، وزد بزيرو اللي هي البوينت اللي هنا. فاقل سيركل موجوده هنا بهذا الشكل، وبعدين بعد كده تبدأ تزيد في الاتجاه ده، لأن السنتر ليه مش 0 0 0، هو شيفت، ها هو شيفت، بيزيد في اتجاه الزد اللي هو الاتجاه اللي بيبقى ده، وبيدي مجموعة من السيركل سيمبل، فده هايبربلويد اوف وان شيت. يعني بتخلي بالك بس، يعني البوينت دي اكس بزيرو واي بنيجاتيف 2 وزد بزيرو، والبوينت اللي هنا لانها السيركل يعني في السيركل ليها بتبقى عند 0 ونيجاتيف 1 و0 والريديوس 1، فبتديك هنا ان 0 0 0، يعني ده هنا ده بتخلي بالك بس من الجزئيه دي. لو سمحت يا دكتور، ايوه اتفضل.
ايوه هو انا بجيب ازاي الميجر اكسس بتاع اسمه ايه ده؟ الهايبربولويد اوبن شيت. انا بجيب ازاي الطول بتاع الميجر اكسس؟ سؤالك ايه تاني؟ هو طول ولا سيكشنز؟ هو سيكشن بتاع الاليبس. يعني لا الاليبس. الاليبس ده لما بتدي زد فاليو، ما هي زد سكوير ده، لما تدي زد بزيرو، لما زد بزيرو يديك اكس سكوير بلس واي بلس 1 سكوير ايكوال 1، وزد بزيرو يعني الاكس واي بلين، بيدي السيركل ده، سيركل السنتر ليها 0 ونيجاتيف 1 اللي هي دي، والراديوس ليها 1 اللي هي دي. يعني عشان كده هي سيركل، هي في الاكس واي بلين تدي سيركل، وبعدين لما الزد بقى تاخد فاليو سواء بوزيتيف اهو بتزيد شويه بتكبر السيركل، او نيجاتيف برضو بتكبر السيركل لانها زد سكوير. تمام، عشان كده ده هايبربلوي. بينما في الاتجاه الثاني اعمله لك بلون ثاني، في الاتجاه الثاني اعمله لك هنا بلون ثاني هنا، في الاتجاه ده طبعا ده هايبربلو لانها بيديني اكس سكوير ونيجاتيف مثلا زد سكوير، والثاني بيبقى واي بلس 1 اول سكوير، الاتجاه اللي هو الاتجاه الثاني بيجي برضو هايبربلو لان بيبقى سكويرد ونيجاتيف بوزيتيف ونيجاتيف، فبيجي هايبربلو في الاتجاهين التانيين، فهو هايبربلويد اوف وان شيت في اتجاهين بيجي هايبربلو، والاتجاه الثالث بيجي ايه مجموعه لا اما اليبسات او سيركلز زي الكيس اللي موجوده عندنا هنا في المساله، الاثنين زي بعض عادي ما فيهاش مشكله يعني. تمام. مثلا بنشوف مع بعض كده، يعني مثلا في عندنا ممكن هنا z equal مثلا say 1 minus y square، z equal 1 minus y square. نفكر كده مع بعض، اولا بنلاقيها function y وزد، مش كده؟ function y وزد equal 0، يعني الاكس مش موجود، يعني سلندر والاكسس ليها parallel للاكس اكسس سلندر. طيب هي عباره عن ايه؟ عباره عن بارابوليك سلندر، هتظهر شكلها الحقيقي في الواي زد بلين. فين الواي زد بلين؟ ادي الواي وادي الزد، يعني في الواي زد بلين ده هيظهر البارابولا. طب البارابولا z equal 1 minus y square حلو ايه؟ اولا هو سيمتريك حوالين ال z، وهنا ادي مثلا ادي ايوه بالظبط برافو، فالبوينت هنا الفيرتكس عند 1 و واخد شكل وباصص لتحت. برافو يا شباب، برافو، اجي كويس اهو، يعني ده السكشن الاساسي اللي هيظهر لي، وبعدين بقى السكشن ده هيظهر لي طول ما انا ماشيه في اتجاه الايه الاكسس اللي هو الفيكسد دايركشن اللي هو الاتجاه الاكس اللي هو هنا، يعني نفس لو خدت اكس بوزيتيف هلاقي برضو نفس الشكل ده اهو هيظهر لي اهو يا شباب، هيظهر لي نفس الشكل ده طول ما انا ماشيه في اتجاه الاكس، سواء الاكس كانت بالبوزيتيف او الاكس كانت بالنيجاتيف، فبلاقي ادي السلندر اهي وادي السلندر اهي، طول ما انا ماشيه في اتجاه الاكس اكسس لان ده الكوردينيت اللي مش موجود بتظهر لي السلندر اللي هي دي، فدي اسمها ايه؟ اسمها بارابوليك سلندر بهذا الشكل. كويس برافو. نشوف مع بعض كده، ادي بنشوف مع بعض. ايوه اتفضل. هو انا عرفت بس ان الاكس بتاعتها عند 1 ازاي؟ عند 1 ازاي؟ ده انتوا اللي جاوبتوها، لاحظوا ها، يعني لو مسكنا كده درافت كده صغير، تخيل في 2 دايمنشن بقى، ادي الواي وهنا الزد، ده الواي وده الزد ها، فتقدر ترسم البارابولا ده، انتوا اللي قلتولي الفيرتكس ليها عند 1، هو سيمتريك الراوند الزد اللي هو الكوردينيت اللي مش سكوير،
سيمتريك عند الزد وباصص لتحت الطولي اللي هو open down اللي هو بهذا الشكل، بحيث هنا الفاليو دي بتبقى 1 ونيجاتيف 1. لما الزد ب 0 يديك y سكوير ب 1، فالواي لاما بنيجاتيف 1 هو ده البارابولا اللي احنا رسمناه. ده في الدايمنشن 2، يعني ده في الدايمنشن 2 اللي انت خدته من ثانوي اصلا، ها، وخدناه في ماس 1 طبعا كتير. فلما بتيجي كده انا رسمت ده البيزك هنا، وقاعد بقى يرسم لي الشكل ده طول ما انا ماشيه في الايه ده السكشن ده، طول ما انا ماشيه في الدايركشن اللي هو الدايركشن اللي هو ده، يعني اي زد سواء بوزيتيف او نيجاتيف عمال ارسم الشكل اللي هو ده، ده الدرافت اللي هو ليه، بحيث ان هو اجي اهو ده مكمل في الايه في اتجاه الزد، سواء الزد بوزيتيف على فكره او الزد نيجاتيف طالما ما ذكرش في المساله خلاف ذلك عنده. معايا شباب؟ يعني لو دي برضو مش واضحه ممكن ناخد انظر سلندر مثلا سي زد ايكوال 1 ماينس اكس سكوير، فبنلاقيها فانكشن في اكس وزد بس، مش كده؟ اكس وزد بس وايكوال 0، يبقى دي سلندر وبارلل للواي اكسس، بارلل للواي اكسس، تمام؟ بارلل للواي اكسس. طيب شكلها ايه؟ شكلها بارابولا. لما نيجي نشوف البارابولا ده في الاكس وزد بلين، فادي الاكس زد بلين، شكله ايه؟ شكله ان الكوردينيت زد هو سيمتريك اراوند الزد. طب والفيرتكس بتقولوا لي هيبقى عند 1، وهتقولوا لي برده انه لتحت هذا الشكل براه، اللي هو كانك بترسم في الدايمنشن، يعني اللي انا رسماه ده شكله في الدايمنشن اكس زد بالظبط، اللي هو ده كانك لو عملت بروجكشن في الاكس زد بلين، لو عملت في الاكس زد بلين هتلاقي البارابولا اللي هو حيث البوينت دي هو سيمتريك اراوند الزد، وهنا عند ال1، وهنا لما الزد ب0 بيديك الاكس نيجاتيف 1، ده الشكل اللي هو السكشن. طيب طول ما انا ماشيه في اتجاه فيكس دايركشن اللي هو بيربنديكولار للاكس زد بلين اللي هو الاتجاه الواي ده، طول ما انا ماشيه في الاتجاه الواي ده مفترض السكشن دي، لو خدت سكشن يعني ايه؟ يعني لو اديت هنا انا اديت واي بايه بزيرو، لو اديت واي باي قيمه ما هي مش ظاهره في الايكويشن هتديني نفس السكشن المهم. عند اي بوينت يديني نفس السكشن اللي موجود، بحيث ان انت بتلاقي عندك ادي هنا برضو اللي هي بارابوليك سلندر، اللي هي دي بارابوليك سلندر. فده السكشن ده ظاهر لي طول ما انا ماشيه في اتجاه الايه الكوردينيت اللي مش اللي هو بيرنديكولار ليه اللي مش موجود اللي هو في اتجاه الواي اكسس، بيديني شكل دايما لما اقطع كده، عارف لما بتقطع سكشن كانك بالظبط دي واخده شكل، لما بتقطع بسكشن كانك بتقطع كده عند اي فاليو لواي سواء بزيرو او بنيجاتيف او ببوزيتيف بتلاقي عندك بيجيك البارابولا، فدي اسمها بارابوليك سلندر عندنا. طيب لو قلنا معانا ال 4x سكوير بلس y سكوير بلس 4z سكوير ماينس 4y ماينس 24 مثلا سي z بلس 36 وايكوال 0، نقول لك مثلا الايكويشن دي بتمثل ايه؟ ما نحكمش كده، هنستعجل من الاول، بس انا معايا 5 كوادراتيك سيرفيسز، كان الابسويد بارابولويد كون هايبربلويد اوف وان شيت وهايبربلويد اوف تو شيتس. لما بلاقي الاكس سكوير والواي سكوير ومعايا سلندر طبعا، ها، لما بلاقي الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير موجودين وبوزيتيف كلهم، يبقى خلاص انا بنحصر هل هي الابسويد ولا السفير. هي هنا الابسويد لان الكوفيشن لاكس سكوير مش قد واي سكوير مش قد زد سكوير، تبقى هي الابسويد. يبقى كده انا حكمت عليها من الاول. طب بقيه المعلومات، السنتر للابسويد ايه والجزء الميجور مع مين؟ يعني الميجور اكسس ليها، الميجور للابسويد ده الاقيه مع مين؟ كحكم نهائي ليه؟ هعمل كومبليتنج سكوير. عشان اعمل كومبليتنج سكوير زي ما بنقول لكم بحط الترم الفري بحطه في الرايت هاند سايد، هو بعمل محتاج كومبليتنج سكوير، فبجمع بحتاج اول ستيب بجمع
عندي الاكس سكوير مع الاكس، ما عنديش اكس يعني ما فيش شيفتنج في اتجاه الاكس وهي 4x سكوير. طيب الواي سكوير مع الواي، فمعايا واي سكوير نيجاتيف 4y والزد سكوير مع الزد. خلي بالك هنا في 4z سكوير، يبقى 4 بخرجها كومن ان امكن، لو نفع، لو ما نفعش خلاص. وبعدين يبقى هنا زد سكوير، خلي بالك من الجزئيه دي، ومعايا نيجاتيف 6z. ده السطر الاولاني ما عملتش حاجه، ده شكل تاني لنفس الايكويشن اللي اداه ايكوال نيجاتيف 36. تمام، يعني انا بس مجرد بنظم معلوماتي ان ده الشكل اللي هو اداه، بحط الاكس سكوير مع الاكس ان وجدت، والواي سكوير جنب الواي، والزد سكوير جنب الزد، ولو في فاكتور باخده معايا. ده اول سطر. السطر اللي بعديه بعمل كومبليتنج سكوير عشان اشتغل بطريقه ما تلخبطنيش، وفي نفس الوقت اللي ضفته في الليفت هاند سايد اضيفه في الرايت هاند سايد، يبقى معايا 4x سكوير لسه ما ضفتش حاجه، وكومبليتنج سكوير بيديني y minus 2 all سكوير. في السكوير ده ضفنا كام؟ ضفنا 4، يبقى نيجاتيف 36 بلس 4، لسه ما خلصناش. بلس 4 تايمز مين؟ هيبقى z minus 3 all سكوير. خلي بالك هنا في السكوير ده ضفنا كام؟ ضفنا 9 تايم الفور، يعني ضفنا 36. يبقى اضيف 36 بنفس الاشاره في الرايت هاند سايد، انا بعملها كده بالنسبه لي. طيب الحاجه النهائيه دي مع دي ويتبقى 4. طب واضح كده ان هيبقى، انا عايزه الفور ده اخر حاجه يبقى ديفايدد على 4 عشان يبقى 1، يبقى اخر كلام للالبسويد اكس سكوير. انا عارفه من الاول انه الليبسويد، بس مش عارفه السنتر فين. y minus 2 all square over 4 plus z minus 3 all square لان divided by 4 و equal 1 لان divided by 4. ادي ده اخر احدث شكل لينا، ده كده الليبسويد. السنتر ليه مين يا شباب من فضلك؟ major axis يبقى عند الاكس صح؟ الميجور مع الميجور مع الواي اكيد، لان اكبر دوموريتور ده اول حاجه مع الواي اللي هي البي سكوير هي الكبيره. الحاجه الثانيه السنتر من فضلك يا شباب، بتقرا الاكس في الاول اللي هي بزيرو، ثم الواي اللي هي بتو، ثم الزد اللي هي بس. يبقى اكس بزيرو وواي بتو، واي بتو اجي 1 واجي 2 لغاية كده، x بزيرو واي بايه واي بتو وزد بس. لو سمحت يا دكتور. ايوه في النقطة بتاعت الواي في تحت 4، فهل دي بتأثر في مرة؟ يعني هي المفروض بودي 4 كده بقى صح؟ في تحت 4 فيه، ما هو الشكل ده دوموريتور اعلى دوموريتور مع الواي، يبقى الميجور هيبقى مع في اتجاه الواي. تمام. لا انا اقصد البي سكوير بفور، اقصد في النقطه نفسها في انا بجيب المركز. السنتر ده، السنتر ده ليه باكس ماينس اكس نوت اول سكوير، يعني السنتر ده اللي هي نرجع كده ممكن في سلايد ثانيه عشان ما عنديش سبيس، بس معلش اكس ماينس اكس نوت اول سكوير السنتر ليها بكومبليتنج سكوير اوفر اي سكوير، السنتر ليها بالكومبليتنج سكوير يعني واي ماينس واي نوت اول سكوير اوفر بي سكوير ها بلس زد ماينس زد نوت اول سكوير ها واوفر سي سكوير وايكوال 1. ده الشكل السنتر، هي اكس نوت واي نوت وزد نوت، ده الشكل ده السنتر اللي بتسال. نرجع هنا للسلايد عشان السبيس اللي هم اكس نوت بزيرو اهو كتبته، ده هنا اكس نوت بزيرو وواي نوت طلع ب2 اللي هي دي واي نوت وزد نوت طلع ب3. ده سؤال اللي هو السنتر للالبسود. السؤال الثاني الجزء الكبير الميجور مع مين؟ تبص الاعلى دوموريتور، اعلى دوموريتور، الدوموريتور ده يعني مقام، المقام الكبير مع مين؟ مع الواي. وده كان سؤالكم قبل كده، ممكن يبقى في اتجاهين يدينا سيركل واتجاه يديني إليبس، زي الكيس اللي موجود هنا، يبقى اعلى حاجه اكبر جزء في اتجاه الواي. واصل لغايه فين؟ لما اكس بزيرو وزد بسري بيديني معايا y minus 2 all square equal 4
يبقى معايا y minus 2 all square equal 4. ومعايا هنا أنا عايزة الأكسس الميجر مع الواي وقيمته 2. قيمته 2 ده خلي بالك إن 2 ده هي قيمة قيمة الواي نوت. يبقى هنا البوينت بيمس أو بيبقى هنا البوينت دي 0 و 0 و 2 والبوينت هنا هيبقى يبقى الإبسويت بهذا الشكل. الجزء الميجر مع الواي اهو واخره بهذا الاتجاه بهذا الشكل. الجزء الاقل في الاتجاه ده والاتجاه ده وسيركل يدي سيركل في الاتجاهين. فده بالنسبه للايه ده بالنسبه للالبسويد اللي موجود دي. طيب طبعا البي سكوير لما جت البي سكوير ايكوال 4 ده هنا البي سكوير ايكوال 4 بتديني ان البي بلس اور ماينس 2. صدفه هنا ان في السنتر اللي موجود هنا ان السنتر اللي موجود هنا ان هي الواي نوت كانت ب2 عشان كده لما ضفت 2 لما ضفت 2 جبت البوينت دي ولما طرحت 2 جبت اللي هي البوينت اللي على الزد اكسس اللي هي هنا. ما فيش مشكله بالنسبه لي. طيب بالنسبه مثلا ايه ده بالنسبه للافكار اللي موجوده عندكم في الايه في الاكسرسايز اللي هو على 13.6 اللي هي على الكوادراتيك سيركلز. طبعا كان في يعني في يعني في الجزء ده من الحاجات المهمه لان ده اصلا الكورس ماس 2 ديبندس مني على ايه depends mainly على على ال surfaces وعلى cylinders سواء كانت في domain أو في integration أو differentiation. لما بنيجي differentiate function of several variables بنعمل لها partial derivative ولما نيجي integrate بنعمل لها multiple integration سواء double integration أو triple integration.